بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا صغيرات الجميلات في درس من دروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على درس استعمال مسطرة السنتيمترات. استعمال مسطرة السنتيمترات هي أن نقيس الأطوال باستعمال المسطرة. المسطرة طبعاً الوحدة الأساسية أو الوحدة القياسية لقياس الأطوال هي السنتيمتر. إذا هي وحدة السنتيمتر. وحدة السنتيمتر هذه أين توجد؟ توجد في المسطرة وفي الأمتار كذلك. طيب، إذا اليوم سوف نستعمل مسطرة السنتيمترات. فكرة الدرس سوف أستعمل مسطرة السنتيمترات لأقيس الأطوال. إذا يمكنني استعمال مسطرة السنتيمترات لأقيس الأطوال بالسنتيمتر. مثلا أنا عندي هذا المشبك يا أولى، عندي هذا المشبك يا ثاني، أريد قياس طوله. أحضر مسطرة. طبعاً المسطرة يا أولى مقسمة مع الجهتين، مقسمة مع الجهة الأولى ومقسمة مع الجهة الثانية. ألاحظ أن إحدى تقسيمات المسطرة في إحدى الجانبين تقسيماتها صغيرة، والجانب الآخر ألاحظ أن بيصير عندي هنا تقسيمات كبيرة، بيصير هنا تقريباً واحد. طبعاً السنتيمتر هي التقسيمات الصغيرة، إذا الجهة الكبيرة لتقسيمات كبيرة هذه أنا ما أستخدمها، ما علي منها. أنا الآن أهتم في جهة السنتيمترات اللي هي تقسيماتها صغيرة. يلا يا أولى أبدأ أنا أضع، عفوا ثاني، أبدأ أضع بداية المسطرة أو بداية رقم صفر عند بداية الشيء الذي أريد قياسه. ألاحظ، شوف يا ثاني، بداية المشبك وضع رقم صفر، عند نهاية المشبك يا ثاني، عند نهاية المشبك أنا أجي أشوف كم الرقم عند نهاية المشبك؟ 5. إذا كم طول قياس أو كم قياس طول هذا المشبك؟ 5 سنتيمترات تقريبا، 5 سنتيمترات تقريبا. إذا أنا أهم شيء أريد معرفته لقياس الأطوال باستعمال السنتيمترات إني أبدأ من الصفر، أبدأ بداية الشيء اللي أبغى أقيسه من الصفر، ثم أشوف أين ينتهي هذا الشيء. واضح يا أولى؟ واضح يا ثاني عفوا؟ إذا أنتقل إلى قياس بعض الأشياء الموضحة صورها. طيب، عندي أنا هذا القلم، أريد قياسه بالسنتيمترات، أبدأ أجيب مسطرة، أضع بداية المسطرة عند بداية القلم ونهاية المسطرة، أشوف وصلت عند رقم كم، نهاية القلم وصل عند رقم كم. طيب المثال زي هذا السؤال، هذه إحدى طالبات، إحدى زميلاتنا حلت هذا السؤال. شوفي كيف إجابتها، وضعت بداية القلم، عفوا، وضعت بداية القلم عند بداية المسطرة. لاحظي أن بداية القلم عند بداية المسطرة. طيب انتهى القلم بعد رقم 3 بشوي، إذا أنا أقول طول هذا القلم 3 سنتيمتر تقريبا. إذا طول هذا القلم، أول شيء أنا أقدر قبل ما أنا أشوف الإجابة الصح، أقدر أقول أتوقع مثلا أن طوله 4 سنتي، مثلا أنا أتوقع أن طوله 4 سنتي، لما أنا قست تأكد أصبحت طوله 3 سنتي تقريبا. طيب الآن الخبزة كم تتوقعين طولها؟ إذا كان قلم الرصاص طوله 3، كم تتوقعين طول الخبزة؟ ممكن أن الخبزة طولها أيضاً 3 مقارنة بقلم الرصاص. طيب يلا نشوف إجابة صديقاتنا، نشوف إجابة صديقاتنا في هذا السؤال. هذه الطالبة، هذه إحدى صديقاتنا، كيف قاست الخبزة؟ بدأت بالصفر من بداية الخبزة، انتهت الخبزة عند رقم 3، إذا كم طول هذه الخبزة؟ 3 سنتيمترات تقريبا، 3 سنتيمترات تقريبا. إذا أنا أكتب هنا، إذا القياس بالسنتيمتر 3 سنتيمترات تقريبا. إذا أهم شيء أبغاك تعرفينه في درس اليوم إني لما أنا أريد قياس أي شيء بالسنتيمتر أبدأ قياسه من الصفر، أبدأ أضع المسطرة من الصفر عند بداية الشيء المراد قياسه، ثم أشوف هذا الشيء ينتهي عند رقم كم. إذا كان ينتهي عند رقم 3 أو قبلها بشوي أو بعدها بشوي، إذا أقول 3 سنتيمتر تقريبا. عند رقم 4 إذا 4 سنتيمتر تقريبا، وهكذا وهكذا تحل بقية الأمثلة. أتمنى الدرس يكون سهل عليكم، أراكم على خير، في أمان الله.